يا اهلا فيكم من جديد. بدأت شرطة محافظة عفيف بإجراء تحقيق موسع في واقعة غريبة أبلغ عنها أستاذ جامعي عربي في كلية التربية التابعة لجامعة شقرة. وطبعا المصادر الإخبارية، الأستاذ الجامعي أبلغ الشرطة أنه دخل عليه 3 ملثمين في مكتبه في الكلية، وكان أحدهم حامل لساطور وجهوا له هذا السطور وبالتهديد بالإيذاء في حال رسوبهم في مادته. يعني الموضوع وصل لهذه الدرجة من العلاقة ما بين المعلم وما بين الأستاذ الجامعي وما بين الطلاب. وسبق أن تحدثنا أكثر من مرة عن المعلم وهيبة المعلم سواء في التعليم العام أو التعليم العالي، وتحدثنا بقضايا كانت موجودة ووجهنا رسائل لوزارة التعليم حول هذا الموضوع، ولكن لا زالت الأحداث وأكثر من حادثة تتكرر ما بين وقت وآخر. حتى نتكلم بشكل أوسع عن هذا الموضوع ينضم معنا في الاستديو الباحث في الشؤون الاجتماعية والكاتب الأستاذ نواف بن عبد العزيز آل الشيخ. نواف، مساك الله بالخير، شكرا لتلبيتك الدعوة وتواجدك معنا. أهلا وسهلا، مساك الله بالنور، أحب أمسي عليك أستاذ خالد وعلى مستمعينا الكرام. حياك الله. طيب خلينا ننطلق من بصراحة الشيء اللي ضيق الصدر. صحيح. وهالقصة، يعني 3 ملثمين يدخلون على أستاذ في الجامعة يهددونه بالساطور، إما النجاح وإما الإيذاء. هل وصلنا لهذه المرحلة من العلاقة ما بين أستاذ الجامعة والمعلم والطلاب؟ ومع الأسف أستاذ خالد، اللي حصلت هذه ما هي بأول حادثة تحصل عندنا في المملكة العربية السعودية. أنا أعتبر أن هذه الواقعة دخيلة على مجتمعنا المسلم المحافظ، واللي معروف عنه الصلاح والترابط ما بين أبناء المجتمع. الحادثة اللي حصلت اللي سمعنا عنها للتهديد، قيام أحد الملثمين بتهديد أحد أعضاء هيئة التدريس، وحصلت برضو في أحد المدارس عندما قام أحد الطلاب بإحضار سلاح رشاش، واللي كانت الخلاف دخل بينه في أحد المدارس دخل في أحد المدارس لمشكلة خلاف بينه وبين أحد الزملاء. فإحنا ما نقول أن نشخص أن هذه الواقعة يعني حصل باستمرار، لكنها حصلت الآن في الجامعة وحصلت الآن في المدرسة. لكن إحنا يجب أول شيء نبحث عن الأسباب اللي أدت إلى انتشار مثل هذه السلوكيات الدخيلة، وما هي الأسباب اللي أدت إلى ظهورها، وكيف النظر في بحث في علاج المشكلة. طيب أنت من وجهة نظرك ما هي الأسباب؟ طبعا المؤسسات التعليمية ومن الجامعات والمدارس كلها عملية مترابطة ما بين المدرس والطالب والأسرة. احنا ما نستطيع ان نفصل بينهم، لسبب انه اذا حدث الخلل بين احد هذه الأركان بلا شك انه بيحدث خلل بين الطرف الآخر. على سبيل المثال، اذا احنا ما نقدر نلقي اللوم مباشرة على المعلم، اولا ما نقدر برضو نلقي اللوم مباشرة على الطالب، لأنه ممكن يكون مثلا الطالب أنه يكون ضعف الثقافة والوعي، وبالإضافة برضو أن المعلم ممكن برضو أنه ما يكون عنده، أنه بسبب اختلاف الأجيال واختلاف العمر بينه وبين، ولا فيها طبعا وسيلة اتصال بينه وبين الطالب، أو طبعا في كتواصل بينه وبين الطالب. فهذه برضو كلها أحد أسباب. طيب يعني لما نسمع نقطة ما عاد هي أول حادثة، الموضوع وصل داخلين بساطور. صحيح. يعني أنا أستغرب كيف 3 طلاب ومتلثمين، شوف تخيل الموضوع. صحيح. دخلوا جامعة، وين الأمن؟ هنا سؤال يطرح نفسه، وين الأمن الجامعي في مثل هذا الموقف؟ لا، ومعهم ساطور ترى. صح. يعني متلثمين ومعهم ساطور وداخلين الجامعة ودخلوا الكلية ودخلوا مكتب الدكتور الجامعي وقاعد يهددونه. عادي أنا أحس إنه ما فيها أحد الجامعة، الظاهر إلا هالأستاذ الجامعي، وتفردوا به الجماعة. يعني فالمشكلة يعني تصل لهذه المرحلة، معناته انه في اشكالية في العلاقة. هل يمكن بعد وزارة التعليم تتحمل جزء من المسؤولية؟ طبعا بلا شك، لان اول حاجة طبعا احنا ما نبرر المشكلة اللي حصلت للطلاب اللي عملوا القضية كان في خارج وقت الدوام الرسمي، لكن برضو هذا ما يعني يتيح لهم انه سبب في دخول للحرم الجامعي ومعهم سلاح يعني خطير، او مثلا سلاح ابيض، او احد الاسلحة اللي ممكن يقوم فيها بالتهديد للمعلم او لاحد اعضاء هيئة التدريس. لكن احنا نشوف ان غياب الرادع، احنا ما نكتفي برضو بالعقوبات اللي اصدرتها الجامعة او ممكن القرارات ممكن تتخذها اللي هي الفصل او حرمان من اختبار او دخول اختبار، لان هذا شوفها بالنسبة لي ما هي يعني العقوبات رادعة. لكن برضو لازم يكون، وش اللي طالب فيه؟ طالب فيه برضو ان يكون فيه تدخل من وزارة الداخلية لمنع تفشي هذه السلوكيات.
حمل السلاح لا يكون برضه يجرم فقط من وزارة التعليم أو من الجامعات، برضه لازم يكون يجرم من أساس من اللي وزارة الداخلية في حل مثل المشكلات اللي حصلت الآن. لأن الحمد لله على الأقل هذه عدت على خير، وبرضه القضية الثانية عدت، لكن احنا ما نستنى كل مرة انه نستنى انه لا بس يعني تحصل مشكلة. انا لما اتكلم عنها اني اخشى انه تكون ظاهرة، انه صرنا في الآونة الأخيرة نسمع بمثل هذه الحوادث بالتكرار. صحيح. يعني اكثر من قبل. معناته انه وش اللي تغير؟ وش اللي خلى هذه الظاهرة تزداد اكثر في هالتوقيت على وجه التحديد، ونسمع ما بين وقت واخر وكل شهر حادثة من هالحوادث. صحيح. اول حاجة وانا اخوك اللي هي الثقافة والوعي، وبرضه احنا نحمل الاسره دور بعد في المشاركه في تقويم الطلاب والابناء، لانه اذا انت مثلا من المدرسه حثيتها على انه كيف يتعلم كيف يحترم مدرسه، وانه هو حضر اساسا للاستفاده من المعلم، وبرضه حضر للاستفاده برضه من التعليم، فاذا هو اخذ صار ياخذ حقه بيده، فمعناته احنا ما استفدنا من مساله عمليه التعليم اللي هو اساسا رايح لها. فاحنا نقول دائما دور الثقافه مهم، وأئمة المساجد لهم دور مهم في خطب يوم الجمعة في توعية أبناء المجتمع، وكيف أنه يكون في احترام للمعلم، وكيف أنه يكون كيف أساساً السلوكيات هذه اللي حصلت والدخل على مجتمعنا ما هي هذا وما حصلت. أنا قاعد أقول يعني أستذكر بيت الشعر المشهور حق أحمد شوقي، وأقول الله يرحمك يا أحمد شوقي والله يرحم المعلمين. صح. لما كان يقول قم للمعلم يوفي التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا. هيبة المعلم يبدو لي أنها تعاني في مثل هذه المرحلة. صحيح. تتفق معي؟ أتفق معك يعني 100%. يعني فعلا أن المعلم برضو هذا يعتمد على دور وزارة التعليم، أنه برضو لازم يكون المعلم له هيبة، فبرضو أنه يكون في قرارات صارمة لمثل هذه السلوكيات اللي حصلت. لأن أنا برضو أنا كمان أنه أقول أنه بالنسبة لوزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي، انه يكون لازم يكون فيه دورات منظمه ومخصصه للمعلمين في كيفيه الحوار ما بينه وبين الطلبه. هم طبعا نتكلم عن المدرسين، هم ما وصلوا للمرحله هذه من التحصيل الا هم فعلا هم يستحقونها، لكن يكون احيانا في غياب بعض الاشياء اللي مثلا تفقد الحوار بينه وبين الطالب من خلال مثلا في بعض الطلاب يشتكي. بس خلينا ننظر لها حتى من زاويه ثانيه، يعني اتكلم عن علاقه وهي علاقة فيها يعني أكثر من طرف. صحيح. يعني المعلم يبقى أنه يعني ركن أساسي في هذه العلاقة ما بين المعلم والطالب. البعض يقول أن بعضها هي التدريس خاصة في الجامعات، عندهم نوع من الجفاء والشدة والفوقية في تعاملهم يعني مع طلابهم في ظل الدرجة العلمية الدال أو البروفيسور. صحيح. اللي حصل عليها. كيف يمكن يكون في توازن في هالجزئية؟ يعني تستحق أكيد أنت هذه الشهادة، لكن لا يعني ذلك أنت تتعالى على الآخرين. صحيح. هذا اللي احنا نقوله دائما استاذ خالد، انه لازم انه يكون في حوار بينه وبين الطالب، برضه انه يكون في دورات مخصصه. يعني احنا نقول للدكاتره برضه كيف التعامل مع الطلاب، تعرف انه الطالب مثلا من جيل ما هو من جيلك، فانت تحتاج انك تفهم كيف يفكر، كيف اسلوبه، كيف تتعامل معه. فاحيانا انا اشوف صراحه غياب يعني الحوار اللي بينهم هي اللي تؤدي احيانا لبعض المشاكل اللي ممكن تنشا، احنا ما نبررها في كل الاحوال، ولكن احنا برضه لازم نحدد وش الاسباب اللي حصلت. طيب انت مع وجود تشريعات وانظمه تضمن هذه العلاقه وتعاقب من يقوم بالاعتداء؟ طبعا ضروري وجودها لتنظيم المنظمه التعليميه اللي بين جميل. الطلاب وبين المعلمين. جميل. انا اشكرك الحقيقه، اشكر الاستاذ نواف بن عبد العزيز الشيخ الباحث في الشؤون الاجتماعيه، نور معنا وفي هالحلقه، يعطيك الف عافيه. تسلم الله. يبقى التساؤل مطروح، من يعيد المعلم هيبته؟ هيبة المعلم في مثل هذه المرحلة فعلا تعاني، وأخشى أنها تلفظ أنفاس الأخيرة هذه الهيبة في ظل هذه الأحداث اللي نسمعها من بين وقت وآخر من اعتداءات على المعلمين سواء في التعليم العام أو حتى في التعليم الجامعي. فنحن نقرع الجرس، وأكيد يعني أتمنى من الجهات المسؤولة أنها تلتفت لهذه المشكلة وهذا الموضوع. هذا كان كل ما عندنا هذا المساء على طاولة يا هلا. شكرا لكل من تابعنا، غدا إن شاء الله نصافحكم كما هي العادة 8 مساء بعد الفاصل. يحيى الأمير يلتقيكم في يا هلا المواجهة مع ضيف جديد، أما أنا فأقول لكم في أمان الله.